يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعين كجر نيفصل قيل سقالده في الشفقة والنصيحة مرنوا أسبابها نفلوه كوينتقالاني مرنوا إليسو حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجرنا يفصل قيل سقالده في الشفقة والنصيحة قال المؤلف رحمه الله تعالى وحولي ومشدت وحليتني لبعضهم حال وصول هذا الشعر النقوي أيام لين مريين بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أرى غير قتال وقالي ولم أرى في الخطوب أشد وقعا وأصعب من معاداة الرجال وذقت مرارة الأشياء طرا فما شيء أمر من السؤال وعلي ومشدت وحلي مريي شعر لبعضهم علماء بركة ودسق ناضي وحانو يلي شاعر كاسير بلوت الناس دكي أيان تربيون امتحامي قرنا وقت بعد قرن الوقت دبدي دي قرن قرن كدن بيقفك من نوران كره وقت بام أيان تجابي حدنا وقت كره حدنا زمن كره أيان تجابي يونو فير صدي فلم أرى ما أرى غير خطار مد مركا مخادعه وخداع يا خيام يا نقر كون مليجي مو يا روح كره وغالي يمد كن نعي او كراهي سن ما يوح كره كون عرق بلو تن ما صدد كيبان جربي قرن بعد قرن اي زمان بعد الزمان فلم ارى ما غير خطان غير مخادع امام يعني مد بلندي كبح يقدر يا خيامك مو سمين ايام امام الخداع يا خيامك كلي ايام وقالي وما قلا وقالي معنا متكو عرون أمكو كرهي ما يحكر كبارك وعلى ذلك ساسة يبريه ولم أرى في الخطوب أرهمهنا كما أرق جمع خطب الخطب الأمر العظيم بالإلام ولم أرى في الخطوب أرهمها وين كما أرك أشد وقعا حقا لعدة إير هذا إنت وحكا قدرا أو أصعبك هذا من معادات الرجال رج على الدود يلع ليت الجود وحكى أدق من أرق ولم أرى في الخطوب الرماء وين كما أركن أشد وقعا حق لعدة إير هذا أنت مذ كأدق وأصعب أو كأدق من معادات الرجال رج لعليت الجود وأرهن درن لأنه واد إسكا إيجي إسنو إسكا كا إيجي إن مركة دنباو ديكو دلو ديمكو قصبا يادعي كارتا مركة هلآن من قمامي السوبالي دولين شرطو وانا قدب لحين حدا يسعو لادي شرطو دي وحاوة يقامي ميسد وقو يرسعون ميسد وذبت وان لم يبول مرارة الأشياء أشياء قرار كذا وان يطر النمام أشياء لن وان لم يقرار كذا وما ذبت ما لم ينن أمر وحك قرار من السؤال ويديس بلا أدو إحنا ويديس أما فما شيء وحنا ما هن أمر متك قرار من السؤال سؤال يويديس بلا أدو إحنا ويديس دوت قعما هوس لقطو وحكى قلاده كلي تامتشرو
وإياك وعد سكتر أن تظن بالمؤمنين الصوان دتك مؤمنين تأخمان نظم ليس أما شر ما ينسى غير كود نور الأيام معي رفعين ومشى العداوة وعداوة وهريك دلته ولا يحل ذلك أسنى حلال ما هو لقوله عليه الصلاة والسلام ظنوا بالمؤمنين والمؤمنين دوها أم ليسان خيرا خير مؤمنين تأم لي وعشاق لي وإياك وعزك يترد أن تظن بالمؤمنين صوان حمانا ما شرا إن أدخل المسلمين ده شر إيا حمان أم ليسو اسكتر لقو مدرنا لي ولا إيا خير أم لي كفروا فإنهم محايا لي كاسي إن أدمرك حمان كم ليستو أيها مركا دقا منشو العداوة عداوة حلقي كدلا تيكع رتوي ولا يحل ذلك كاسين حلال من نقر أيو أرن كاسي مراها مركا دقا مسلمين دا مراها حنات كما ليس ليسارة ديميد حلال أماها ولا يحل ذلك ولقول صلى الله عليه وسلم يظن بالمؤمنين خيرا دقا مؤمنين دا وحاوما ليسان خير إيه وناقون أم لي ضدك المؤمنين تا حديث يعني أصل مليه لبذي أمركو يظنوا بالمؤمنين خيرا مجروا لكن لبذي أمركا قده أياد شراه وقاركو سعيم لغيره قده عمده قاركو أمركا أنا يهركا قارسين حديث ابن ماجه ورين اليوم وعلي عبد الله بن عمر وعرك النبي محمد وكعبده كوريقيا بركا ساوي محاكا وتقوم بدل محاورت هذا كو تقوم بدل محاكا وين ما حرمه هذا كوين رسول الله نفد نفد قعد زي كو جيرتان كو دارت حرمه مؤمنك ايا كوين الهي اكتي سو حرمه هذا ديجيس يمالكيس يا ان لو ملي خير مويه وح كلي waxa kale oo jira isagana shaahid kale oo imaam al-bayhaqi shu'ab al-iman ka ku warinayo awlaayaha ibn abbas baa laga warinayaa markii rasuulka kaabada ay u dhig marhaban min baytin yani soo dhawayn baa ku soo raaybayda maxaa ka weynaan badan maxaa xurmadaad ka weynaan badan ilaahay hal mid ayuu yani haran ka dhigay muuminka xaqiisana saddex arimood dhigiisa iyo maalkiisa wa an yudhanna lahu dhanna suu iyo malahun إن لهم ملايو مركا لكن لفظي قري سيدا نويا لا مركا يسو سيدا إنو شاقني ما سقنا أو لفظي قري يسو أصل ملا ميت كلاك أبو داودي حاكم يوريني أن حسن الظن من حسن العبادة ملاها وناك سريوح كمديها عبادة وناك أيو كمديها marka inaad hadiyo gooraal dadka muslimiinta hun biraaya aad u maraysoo marka ta marka aad ku xugto iska jid wayna ma yeesho dare ka sare wuxuu ka dhalanaya mid qofsi niyi iyo xumaanta wasuu sariira iyo qof goosti soo xun kama qala abu tayyib al mutarabbi sidoo yiri ida saa fi'lu al mar'i sa'ad dhunuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhum wa adam muhibbihi bi qawli udatihim wa asbaha fi laylin min ash-shakk mudhlim قولوا إذا صاع مركو حماضة فعل المرء قفق فعل كيسو صاع ذنونه ملياشي سنوي حماضان قفق مركو فعل كيسو حماضو مليس سنو حماضا إساقو حمان دا وكتري بلايا دا أيو موذي يدده كرنين كتري لأنه واكن إلي وإن وإنشو ذلك من خبث النية وسوء سرينة wuxuu ka imanayaa malahan xumi waxa uu ka imanayaa niyad xumaan iyo qofka sirri hoostiisa xun markay niyadii socoto oo sidoo ficilkiisa uu xumaanayo saa abu tayyib uu leeyahay idaa saa ficilu almar'i markuu xumaado qofka ficilku saadunuhu wa saddaqa wuxuu rumaysan ma yaataadu wuxuu ka caado dhigana minta wa humin ma yaataadu macna waxan ku soo dhacaya ku imanaya diinigiisa iyo maskaxdiisa soo galaya ayuu rumaysan wasadaga wuxuu rumaysanaya ma yaataadu waxan ku soo dhacaya ku imanaya minta wa humin
توهم إيه اسمه تسيس إيه خيال أسور ربي سريا وعادا محبيه كوي جعلان أبو علاد بقول عداتهم كوي عادا ويساها هذا الكود قاضا مركز ردت كيس جعل أبو علاد وعادا محبيه كوي جعل أبو علاد يا بقول عداتهم كوي عادا ويساها أيو هذا الكود قاضا يا مركز كوي علاد يا ردت كيس جعل وأصبح ضبيطنا وهو نغم في ليل هبين متكسرا مظلم مجده من الشك شك مرجع شك هبينه مجده أيو مرجع قف جليا نيدي سوا حماتي كدي فعل كيس أي حمان يا دب يتردد كين حمان بوضع ملايين يا مرجع ساد دب يدنا شكيه سا جبيجي سوا أيو أيو جليا همين مركا شكيه هو إسكت جوا أيو جليا وحاسر وحمان تا يسوي صبيري هم مو قادر إياه إن ده كله حمان تا يقول صبيري ووشيت لبعضهم وحكروا اللي مري يقبل يخرو بركون لا يهيم تنحى عن الغبيح ولا تريده ومن أوليده حسنا فزده ستكفى من عدوها كل كيد إذا كاد العدو فلا تكده ومشيت واحد ليتني لبعضهم قبيك لو بركوز عن ماذا لا يهي تنهى عن القبيح واحد قد يرو ولا تريدها دوني كتك ومن أوليته حسنا وناكات صوح وناكات فزده زيادة ستكفى إلى ولقاك في من عدوك عدوك حقيس كل كيد كيد كسته يدغر خاص الهي با كاغ فيلان ادو مركد وراغي خيرو سبايسو الى كاد العدو عدو مرغو كو ملايغن غير فلا تكيدو ادو مرغا حدغرينو هو ملايغن ددبن او دغري الهي تلا سارو تنح عن القبيح غير ولا تريد هدولين ومن اريد الحسر وراك اسي سرا فزدو زياده ستكفى من عدوك حقيس كل كيد ما لغا كافين الى كاد العدو مرغو عدو كيد يدغر سبايي فلا تكيدو ومشيت وحكرا ليتني أجابي لشيخ العميد بن فتح البستي شيخ أوسنا رحمه الله ذو العقل لا يسلم من جاهل يسومه ظلما وإعناتا فليختر السلم على حربه وليلزم الإنصات إنصاتا وعلي ذو العقل وانشدت لشيخ العميد بن فتح البستي وعلي بن محمد بن الحسين كان ذكيا أبيا أديبا أيو ذهبي كسفي صدح بقول كندن إيا سقالكي أيو قيريود أبو الفتح علي بن أحمد البستي أيا يسوي كرا أوكالي مركا وعرض العقل قفق عقلي قو صاحبك عقلي يقر شيء لا هيسي لا يسلم كنمت قلما يمين جاهل شاهل كيد كي دغرتي كنبت قلي مايو يسومه كاسو دي كوكلفا او هول اد قليا كنبت قلي مايو ظلما ظلمي درتد ويعناتا ايو دبات كردي درتيد ذو العقل لا يسلم من جاهل كنبت قلي مايو يسومه كوكلفا ارين اد ظلما ظلمي درتد ويعناتا أنا ذي أما شقوا وحي يعني ليه بقولوا كبيح كله إني كري ده كبد بادي ما يفعل يختار السلمة نمت قليها كدور على حرب إلا دقال لنكيس مرها داد قم عقلي أو أقوني علم نطاي شاهي إلا دقال لنكيس نمت قليها كدورة ولي يلزم الإنصاطة أمس إيادة قيسي هل لازم إنصاطة هدو قيليو مرهو يساقو قيلي أدو أمس إنصاتا بمعنى أحدث صوتا هدو يساقو عود يقيل سبيو أدو إنصات يا أمس لقيسي وين الله سيمتار الفصل العاشر فصل كتبناد وفي الاستفادة وفائديسي قفقوا أقار والب وحفائديسني وينبغي وحب أن يكون طالب العلم مستفيدا كل وقت وقتك سميت وإذا حتى يحصل له الفضل
إلا فضي الإراد حسنه. وطريق الاستفادة وهو أن يكون معه إنه لجرقي سنوضه في كل وقت محبرة أما محبرة تواد بيولين ترين علمان إنك بود مياه وعباشير يخطك الله وشبطه حتى يكتب حتى يكتب إلى سعى حتى يكتب سوقره ما يسمع وحو مغليان من الفوائد فائدوينه. فقد قيل وحليا من حفظ قفق وحفظيا فر أي فر منهما حفظ وحي وحفظيا وكفك هذا. ومن كتب شيئا كوع قرآن قرأ وصبا وحاو قرأ وليه الشيخ وينبغي وحبا أن يكون طالب العلم نقدا مستفيدا مدفع إليسا في كل وقت وقت كسا وإن وحفا إليسا علم كر الصلاة حتى يحصل له العلم سوى الفضل ديرات حق علمه وحصله. وطريق الاستفادة وحوى أن يكون معه طالب في كل وقت وقت كسا محبرا وإن هيصه قرى ردي خدك وقتري حتى يكتب إلى مغلى ما يسمع وح مغلى من الفوائد العلمية فوائد علمية ومغلى يسوق قرطه دي حل يعور مدري أي شوقين أي كتبها أي آخرية سرين أي مجلدات كألا قري نمعادة أي نمانتا إنكو هيسن مي هيسن خطك أيها سبي سنة قريك أيها سبي سنة قرن أيها ورغدا وسي كهل يعني سي ادق باي هي اي وقت كيسيت او قرنغيس او وعي وكو قرنيين سيتا اي انت سو رحله يا سفر اي بلا اي لغينين مركا سي هادنا وحا سو مجلدات اي قرين ان غرمانتا تي قالين كي وين هاي سنه هلكنا نوع ادون تك سو يمسنيسا وحي اد وح كو قرنيس اي بوغايتي اد با جيبدا غشنيسا وحن هدرة تريني وحن قابلنا تورو مشرتو تدي له دين دي سو كيف دي وضاري بهاين مركا وقت والبوين محبرة حتى يكتب إلا وسو قرآن ما يسمع من الفوائد وهو مغري فوائدا. فقد قيل وحل من حفظ فر أما ما حفظ فر وحين لحفظ أبوفك هذا أما من حفظ قبل وحفظ فر ذلك شيء من عبدي معنى شيء عبدي يسي وكفك ريا ولن كتب شيئا كوع قرآن قرر أي استقر ذلك الشيء وسبيا الحفظ خوان مالينا واحد قرر كقبطي ويسكدر سمية ودوائسة لكن وحيات قرطي دي وقول لي يايو إلى يومنا هذا وحي القرآن وينك حيصن كمانان يعني بقول الله القرنكار وحي القرآن وينك حيصن. وقيل وحل العلم ما يؤخذ وحل يقاتل من أفواه الرجال رجاف كفف جودة لأنهم يحفظ جودة وحل يقاتل لأنهم يحفظون ويحفظون يعني أسمع أحسن ما يسمعون وحي مغلين كيف يقولون أحسن ويقولون وحولان أصح أحسن ما يحفظون وحي يحفظ السنة وحي يقولون أحسن أنا ويقولون أيان عشاق. وقيل وحل يرين العلم ما يؤخذ من افواه الرجال علم هو وحا افكار رجا لا قاته اي كاغا سوبخا اي اوغو مهمسن ما هي لانهم علمادو يا رجاس يعني دا اقونت له يحفظون وحي حفظنا يا ريكره قبنيان احسن ما يسمعون وحي مقليان كيسه اوغو وناغسن اي حفظنا يا ريكره قبنيان دبيتانا ويقولون وحي يرانا يعني سوديني يعني مركي وحشيجيان أحسن ما يحفظونه وحي يحفظينه ينكيس يقول لك بدنا أي سوديني إذا مركي هو هنا تقال إنك يا حاشد يا أسطورة يسايو وحي صوب حقيقة للشيخ ورد رايح جرسيسا. وسمعت الشيخ وعن مغري الإمام الأديب الأستاذ ركن الإسلام المعروف بالأديب المختار يقول سوى لقاري هلال بن يسار نقل إلى بقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أيام مغرى يقول الصقور لأصحابه تدبر الله عليهم أجمعين الله يرعى الشيء هاتين شيئا من العلم والحكمة شيء علمي حكمة يسوي وشيء يا مغرب. فقلت علي يا رسول الله أعد لي ما قلت لهم يقول علي وحي أعطني.
فقال لي وعلي هل معك محبرة ولي وتوادي مسيتا فقلت وعلي ما معي محبرة ما يمهيستو فقال وعلي إلى لا تفارق المحبرة هفاروق فإن الخير فيها خير باكوس وفي أهلها إلى يوم القيامة إلى ما لدى قيامه الباكوس وقالت وعلي يا شيخ وسمعت الشيخ الإمام الأديب الأستاذ ربن النساء المعروف بالأديب المختار ورأيين ترجمة ذي سويحين وكهر لي أين أصوت المانين وصمر شيخ سيقول يعني واحد مغلي سقعوا قال هلال بن يسار لك هلال بن يسار ليلابا وعلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن يسار مركا وحو كوضا إنه يهي من سحابي ودي رسولك أركي وحكي ورينيا دادك إلى هاي علم الحديث يا علماء ضاود رأينا دي عد الرواية يورين الصحابة لهايد وديون قشيهن مانتا صحابة دي عن وحبال لقور النيوس دي عددك رير بادية هاي واجرين لكن صحابة دي رواية دا كتب دا كل هايد النبي وحكي ورسي لقى سعقوري والله قرأي والله سوقي كمجر أحد صحابة كم ذا مقع له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلقة سعبورين كمجر لكن واحد شران إلا إلى هلال ابن زيد ابن اليسار البصري أبو العقال مولى النبي مولى أنس نوى الله إلى هذا يسوي من صغار التابعين تابعين تكوى ذي يرى أيو كم ذا حق حديث قال منكر الحديث أيا الله قلت الماما حديث قلنا يعني وحشيك يميل وكس وقين يحي ما تشلتو بركة رأيت النبي يقول بركة دي سيدو يا لمين معنين وعرك يقول لي لأصحابي يساوك رضوان الله علي بجمعين شيئا من العلم والحكمة شيء علمي حكمة يساوه شيء قيا أيا المقلة فقلت يا رسول الله يعد لي ما قلت لهم واحد كتري يقو علي يعني يقو سوء علي سيهنو فهمه فقال لي وعودي هل معك محبرة ما هي ستابة شيء خطك فقلت بما معي محبرة ما هي سوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال لا تفارق المحبرة فإن الخير فيها وفيها إلى يوم القيامة ووصى ودر دارمي الصدر الشهيد حسام الدين لابنه شمس الدين أن يحفظ وحفظ ودر دارمي كل يوم ما نقصى شيئا يسيرا وحيرا من العلم والحكمة تيعا فإنه يسير ووحير وعن قريب دوام يكون حنغني كثيرا نتفر أبضا وهذا الحكمة هو وين ووصى وعدر دارمي أسدر الشهيد حسام الدين وشيخي مرقى أين دوام دوام درس كأني هوري مرقى أين كسو مريني لبدينا بهود مرقى ودرس كمرقى ودن بيسيي أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة وكا أيال لابنه وحضر دارمي شمس الدين إنا ندري شمس الدين أبو جعفر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة هير بخارة أيوها أعيان دي يفعوش فوق هذا وقوها وإنا هالكاس أيوها إساق أبيه أبوه مركة أسرع علمي أي إصلاح هاي وحضر دارمي أن يحفظ كل يوم شيء يصير من العلم والحكمة إنو ماني والبحف ديو وحيرو علمي حكمة قبل يرو ونأكسن حكمة يرئي أن تكون قبطو فإنه يصير وفدود يهيو كاسك وما أدكا وعن قريب دوان يكون كثيرا مدفر بضنب نقرية وحي أد حفظ حفظه آد يلحاد أي مهم يهي إيا كتابة إيا قراء الكبار ورئينا هذا حفظة وإينا هذا قرطة واحد ولا سيد قرطة وإينا هذا حفظة العلم سيد والكتابة قيده واتين سمر العلم قوى أغاد والكتابة قيده قراء الكبار ودبر كيسي أحد كيسي فمن الحماقة أن تسيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة أحمق نواذا واحد كبير أنت هذا دور كقشوب أو ديرة أما قرنوك أما عول صاقب سطو
دين هذا دون حل حل إن هذا القاس من سكيرة بيقوم بيوران علم يرى وساس وكره واشترى وحي بسدي إسلام بن يوسف قلما بدينار بوكوي بسي ليكتب سوق رما يسمع في الحال هذا وحي مقرى يوم فالعمر قصير العمر هو يريهي والعلم كثير العلم ينوى فربديه فينبغي وحها بون أن لا يضيع الأوقات واختيال كاين غنوها الليلين وساعات يساعيك ويغتنم الليالي والخلوات حبيل الذي يحل وخالقي هين وقريب يسو أن يحيى بن معاذ الرازي وحل قوري أنه قال إنه الليل طويل حبيل كوا دير يهين فلا تقصر بمنامك هردد هذه الخردة حكوك قابل والنهار مضي مارت وايف ايسا فلا تكدر وكله غين وكو سخين بآثامك الدمية الشادة وعلي شيخ واشترى عصام الدين شيخ عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصمة البلخي شيخ غاسين يسقى يوالك ماشى برخ ليلة هذا ومن تقدى مرقى اللي يسكو رنجري خراسان مقالوين كيدي كمدة أيه مركا شيوخ وهاير حاجة حديث جا مركا كوبي ولا إكسرين لكن نيمان حاجة أفريقا كوبي إكسر بيهاير وعي بسليمو لا يقلم أن قربوا بدينار كم سي دينار كله ولي بذهب وهاد أفضل جرام يا ديرات بدينار كم دميل له لينها ليكتب سوق غرما يسوع في الحال هذا وح مغلا يدرس كا سوق غر تدرت أيها الدينار كم سي فالعمر عمره قصير وامد جابا والعلم علم كثير وامد فربضا فينبغي وحبنا أن لا يضيع الأوقات وصعاب أوقات يصعد قفيرا نسكح اللين ووحن هبورين أرمئيل ويغتنم الليالي حبين نذين كغنميسو كفايديسو والخلوات يحل اليد خالي ومريح وح مشغولي وح مانعي حسولي وعن يحيى بن معاذ الرازي يحيى بن معاذ الرازي شيخ وحا لقوريه يحيى بن معاذ الرازي أبو زكريا السوفي العارف المشهور صاحب المواعظ من مركا مواعظه يوانوي المركا وصاحبها أيوه أهايو مركا وحبذن ومركا موعده يوانا لقصوا النقليه من عرف نفسه فقد عرف ربه واتلوني هذا اللي ساق لقاها يوه حديث نبي معها شيخ أساوح يريد أن لو أبغل كونتون يسداد دي أيار ونطن نكاه رأيها وهذا الكلام اللي قصوا لا تطلب العلم رياء والعلم يسسلمها وطلب ولا تترك حياة أضح حشود نحو قتين شيخ أسا هذا الحكمة وينوح يريد وقالوا حرق الليل وطول الهبيك هو دير يهي فلا تقصروا أكو قابين بمنامك ورداد هذا هبين قوى وقت دير وقت كفا إذا يسنكرتو حداد سي هردي سقوب الحسوات قابس هبين كي والنهار ماريتو مضيء وامدي فايسا فلا تكدره حكو الله غين وحكو وسخين بآثامك أدوك دنبيال كاقا حكو وسخين وحكو الله قين إسدا يوعدي حكو وعداد هبين قي نوها فربدن يحي وقت هنا سيحتوها لقوة قولي لكن هاي سقوة بحنن هردها سرعة سقوة بحنن درس يا غير هل كاين وقلت شو والله عرق فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع
والهكى عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست